بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حينما نريد التكلم عن الثقافة الإسلامية المعاصرة يجب علينا أن نحدد تعريف الثقافة، لأن هناك ضبابية وعدم وضوح في معنى هذه الكلمة. وبعد ذلك نتكلم عن الثقافة الإسلامية بشكل عام، ثم الثقافة الإسلامية المعاصرة. فنقول إن الثقافة تعرف بتعريفين. التعريف الأول إن الثقافة هي مجموعة من المعتقدات والقيم التي تحملها الأمم. هناك قيم ومعتقدات تحملها كل أمة، وقد تختلف أمة عن أمة أخرى، فما يعتبر مكرمة في أمة قد لا يعتبر مكرمة في أمة أخرى. فمجموع هذه القيم والمعتقدات تسمى الثقافة. هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني بالثقافة هو أنها مجموعة من العادات والتقاليد التي تعتاد أمة من الأمم أو شعب من الشعوب أو مجموعة من المجموعات تعمل بتلك العادات وبتلك التقاليد، وغالبا ما تكون عادات وتقاليد اجتماعية. لنمثل لكل واحد من التعريفين مثالين: القيم والمعتقدات. مثلا نحن نسمع ونرى أن العرب كانوا ولا زالوا يعتقدون ويمارسون الكرم. الكرم من القيم العربية الأصيلة التي كانت قبل الإسلام واستمرت إلى يومنا هذا. هذه قيمة من القيم يعتقد بها العرب ويمارسونها. يعتبر الكرم من صميم الثقافة العربية قبل الإسلام وبعد الإسلام. نذهب إلى الغرب، نرى أن الغربيين يجعلون القيمة في المادة، فكل شيء ينظرون إليه بمنظار مادي بحت، فالمادة والأمور المادية تعتبر
ثقافة في الغرب، بمعنى أنها قيمة من القيم ومعتقد من المعتقدات التي يحملها أو تحملها الشعوب الغربية. بالنسبة إلى التعريف الثاني، العادات والتقاليد الاجتماعية. مثال لذلك، نحن نعلم أن الحجاب من الضروريات الإسلامية، وكل مسلم يعلم بأن الحجاب واجب على النساء. ولكن كيفية هذا الحجاب في مجتمع من المجتمعات، هذه الكيفية تتمثل في العباءة العربية، وفي مجتمع آخر يتمثل في الشادور، في مجتمع آخر يتمثل الحجاب بشكل آخر. الواجب في الإسلام هو الستر، أما كيفية هذا الستر، مصداقه الخارجي، هذا متعلق بالعادات والتقاليد الاجتماعية. مثال آخر، في تشريفات الزواج في المجتمعات الإسلامية، واضح أن الزواج يجب أن يكون ضمن شروط خاصة، ومنها أن يكون هناك عقد بين الزوج والزوجة، يجرى العقد بين الزوجين أو من يوكلونه لإجراء العقد. أما هناك عادات في الزواج، تختلف تلك العادات من مجتمع إسلامي إلى مجتمع إسلامي آخر. هذا يمثل ثقافة للمجتمع، ولكن ليست قيمة من القيم بمقدار ما هو مجموعة من العادات والتقاليد. فقد نأخذ الثقافة بالتعريف الأول، وقد نأخذها بالتعريف الثاني. بعد وضوح معنى الثقافة بأنها القيم والمعتقدات أو العادات والتقاليد، نأتي إلى الثقافة الإسلامية. مقصودنا بالثقافة الإسلامية ليست هي العادات الاجتماعية أو التقاليد الاجتماعية التي تحملها الأمم أو الشعوب الإسلامية. مقصودنا بالثقافة الإسلامية إنما هي القيم التي أرساها القرآن الكريم وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون. الثقافة الإسلامية ليست هي عادات أو تقاليد المجتمعات المسلمة، وإنما القيم الإسلامية الواردة في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وفي سيرة الرسول وسيرة الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. بعد اتضاح معنى الثقافة الإسلامية، نأتي إلى الثقافة الإسلامية المعاصرة، ما يطلق عليه في العصر الحاضر بالثقافة الإسلامية. حينما نبحث عن هذه الثقافة، نراها خليط من الثقافة الإسلامية ومن عادات وتقاليد المجتمعات الإسلامية. حينما يطلق الآن يقال الثقافة الإسلامية المعاصرة، فعادة هو خليط من القيم الإسلامية ومن عادات المجتمعات الإسلامية، سواء كانت تلك العادات ترجع إلى القيم الإسلامية أو لا ترجع إلى تلك القيم، وإنما هي ممارسات كانت تلك الممارسات نتاج إما الجغرافيا وإما الأنظمة السياسية وإما التاريخ وإما العرق القومية وإما غير ذلك. نحن في البداية يجب أن نفرز بين هذين الأمرين، بين الثقافة الإسلامية وبين عادات المجتمعات الإسلامية، لأنه إذا من البدء لا نفرز بين الأمرين، نواجه مشكلة كبرى في ممارسة الثقافة الإسلامية.
لأنه من مشاكل المسلمين في هذا العصر هو عدم تمييزهم بين الأمرين. هناك مجموعة من التقاليد يتصورون أن هذه التقاليد أو هذه العادات إنما هي من صميم الإسلام، فالخارج عن تلك العادات وعن تلك التقاليد يعتبر خارجاً عن الإسلام. وهنا تبدأ مشكلة كبرى في أن المجتمعات أو كثيراً من المجتمعات الإسلامية تنظر إلى الناس الذين تركوا بعض عادات تلك المجتمعات على أنهم مارقين عن الإسلام، وإن هؤلاء ينظرون إليهم باعتبارهم تركوا الثقافة الإسلامية، مع أنه في الحقيقة لم يكن الشيء الذي تركوه هو الثقافة الإسلامية، وإنما تركوا مجموعة من تقاليد أو عادات المجتمعات الإسلامية. وفي نفس الوقت هناك مشكلة أخرى من جانب آخر، بأن بعض الأشخاص يتركون حتى القيم الإسلامية بظن أنها عادات متخلفة لمجتمعات إسلامية. فالأمر البعض أمره في تفريط والبعض الآخر في إفراط. يجب علينا أن نميز بين الأمرين، أن نميز بين القيم الإسلامية وبين عادات المجتمعات الإسلامية. حينما وصلنا إلى هذه النقطة ينبغي علينا أن نتكلم عن عادات المجتمعات الإسلامية، ثم نبحث عن الثقافة الإسلامية الأصيلة، القيم الإسلامية التي أرساها القرآن الكريم وبينها الرسول وآله عليهم وآله عليهم وعليهم الصلاة والسلام، ثم نأتي وبعد فرز الأمرين نشخص الثقافة الإسلامية بمعناها الصحيح، حتى لا نقع أو لا يقع الكثير منا في ازدواجية بين عادات المجتمعات الإسلامية وبين القيم الإسلامية. كما هو واضح أن الإنسان يتأثر ببيئته، وكما يقال إن الإنسان ابن بيئته، لأن الإنسان حينما يتربى في مجتمع يتلقى ما رآه بالقبول، وخاصة حينما يولد في بيئة ويرى أباه وأمه وإخوانه وعشيرته ومجتمعه يسيرون في اتجاه واضح، هو أيضاً يتعود على ذلك الاتجاه، ليس فقط تعودا عمليا، حتى أن فكره أيضا يتكون من خلال البيئة التي يعيش فيها. الإنسان حينما ينمو في مجتمع تراه يعتقد بما يعتقده ذلك المجتمع ويمارس ما يمارسه ذلك المجتمع. فالذي يولد في بيئة إسلامية عادة يكون مسلماً، والذي يولد في بيئة نصرانية عادة يكون نصرانياً، والذي يولد من أبوين يهوديين عادة يكون يهودي، يتحول إلى يهودي. وأيضاً الإنسان الذي يولد في بلدة يتعود على عادات أهل تلك البلدة ويفكر كما يفكرون، حتى تفكير البيئة التي نما فيها والتي يعيش فيها تفكيره أيضا يكون يوجه بحسب البيئة، قد لا يشعر بذلك. أمثل مثالا، نحن الآن حينما نأتي وننظر إلى النصوص الدينية، مثلا القرآن الكريم، السنة المطهرة، كلام الرسول صلى الله عليه وآله، كلام الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كثير من الأحيان فهم الإنسان من نص يتأثر بالبيئة التي هو يعيش فيها،
يفهم النص حسب ما تفهمه بيئته. والإنسان الذي يعيش في مجتمع آخر قد يفهم من النص بشكل آخر. نمثل مثالا، الله عز وجل في القرآن يقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعادة الشعوب غير العربية تفهم من هذا النص أن الإسلام ضد القومية. لا نريد أن نتكلم عن الجوانب السياسية أو الدوافع السياسية لاستغلال بعض الأشخاص للنصوص الدينية، وإنما نريد أن نتكلم في طريقة فهم المجتمعات. مجتمع يفهم أو شخص يفهم من النص بشكل تأثرا ببيئته، والشخص الآخر يفهم من النص بشكل آخر تأثرا ببيئته. نذكر مثال آخر، هناك رواية بأنه يستحب الإنسان إذا ذهب للاغتسال يريد أن يغتسل أن يرفع الحاجب. كان هناك شخص حينما رأى هذا النص أن يرفع الحاجب كان يظن أن المقصود بالحاجب هو هذا الحاجب فوق العين. لماذا؟ لأن كلمة الحاجب في المجتمع الذي هو كان يعيش فيه لم تكن تستعمل إلا في الشعر الذي هو فوق العين، في حين أن كلمة الحاجب في اللغة العربية تطلق لكل شيء يحجب بين شيئين، وإنما سمي هذا الشعر حاجبا لأنه يحجب بين العين والجبهة، أو يحجب عن نزول العرق على العين لأنه حاجب مانع. فكل شيء يمنع بين شيئين يسمى حاجبا، والشيء الذي يمنع الرؤية أيضا يسمى حاجبا. الإنسان حينما يذهب إلى الحمام، خاصة الحمامات العامة، عادة يستعمل الوزرة، يأتزر، يحجب سوءته عن نظر الآخرين. فحينما يغتسل حتى يصل الماء إلى كل جسمه يستحب أن يذهب إلى مكان بحيث لا يراه أحد ويرفع الحاجب، يعني يرفع هذه الوزرة التي شدها لستر سوءته. هذا الرجل يتصور من الحاجب الشعر فوق العين. لماذا؟ لماذا هكذا يتصور ويتوهم؟ لأن هذه الكلمة في المدينة التي هو يعيش فيها من المدن العربية لا تستعمل إلا في الشعر فوق العين، لا يستعملونها بمعاني أخرى بالمعنى العام، الحاجب عن النظر، الحاجب عن رؤية الآخرين. البيئة التي هو يعيش فيها أثرت في فهمه حتى للنص، ولذا عندنا حديث عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. الرجل لا يكون فقيها حتى إذا اجتهد في الأصول، حتى إذا تعلم القواعد الفقهية واستنبطها، لا يكون فقيها إلا إذا تعرف على كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حتى يستنبط الحكم الشرعي بدون خلفيات ذهنية من بيئته أو من مجتمعه، أو الكلمة إذا في مجتمعه أو في بيئته لها ظلال يتحرر عن ذلك الظلال، بحيث أنه ينظر إلى الكلمة كما هي لا كما ينظر إليها بمنظار وضعه على عينه وعلى عقله البيئة التي يعيش فيها. نحن نلاحظ أن كثيرا من الأحيان الإنسان يتصور ممارسة من الممارسات وعمل من الأعمال بعنوان أنه عمل مقدس، وأن هذا العمل من صميم القيم الإسلامية. لماذا؟ لأنه عاش في مجتمع
إسلامي محافظ متدين، ورأى ذلك المجتمع يمارس تلك العادة يتصور أن هذه العادة من صميم الدين، فحينما يرى الآخرين يتركون تلك العادة يتصورهم مارقين عن الدين. نحن يجب علينا في المرحلة الأولى أن نتجرد عن بيئتنا الاجتماعية التي ولدنا فيها وتربينا فيها، هذا الحاجز نرفعه عن عقولنا وننظر إلى النصوص الدينية وإلى سيرة الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام بمنظار خال عن خلفيات تقليدية اجتماعية، يعني من التقاليد الاجتماعية. إذا أنا أو أي واحد وضع نظارة على عينه، إذا هذه النظارة كانت ملونة ينظر كل شيء بذلك اللون ويتصور أن كل شيء بذلك اللون، يرى الأشياء بلون خاص، عليه أن يجعل نظارته خالية من اللون لكي يرى الأشياء كما هي وحسب حقيقتها. فالثقافة الإسلامية إنما هي مجموعة من القيم التي أرساها القرآن الكريم وبينها الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام، هذه هي الثقافة الإسلامية. يجب أن نتجرد عن العادات والتقاليد الموجودة في المجتمعات الإسلامية وننظر إلى تلك العادات والتقاليد بمنظار واقعي بدون تأثير بتلك العادات، نرى أن تلك العادات هل هي من صميم الإسلام، لأن كثيرا من عادات المجتمعات الإسلامية إنما هي مأخوذة من الإسلام لأن الإسلام أوجد عادات في المجتمعات الإسلامية، هل هي من صميم الإسلام؟ فنأخذ بها ونعتبرها ثقافة إسلامية، ليس لأن المجتمعات الإسلامية تمارسها وإنما لأنها قيم أرستها النصوص الدينية. وإذا رأينا أن تلك العادة ليست مأخوذة من النصوص الدينية وإنما هي ممارسات اجتماعية يمارسها الناس، فإن كانت ممارسات جيدة فلا بأس، ولكن ليست مقدسة بحيث أن من تركها يعتبر مارقا عن الدين. وبعد ذلك إذا رأيناها لا عادات ضارة، لأن بعض المجتمعات الإسلامية فيها عادات ضارة بل هي ضد القيم الإسلامية الحقيقية، يجب أن ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي إصلاح الوضع في هذه المجتمعات. فالخلاصة علينا أن نميز بين الثقافة الإسلامية الحقيقية وبين العادات والتقاليد في المجتمعات الإسلامية. في اليوم القادم إن شاء الله نتكلم حول الثقافة الإسلامية، حول القيم الإسلامية بما هي، وبعد ذلك ننتقل في الأيام الأخرى إلى البحث حول الثقافة الإسلامية المعاصرة ومدى انطباقها على الثقافة الإسلامية الحقيقية. نسأل الله عز وجل أن يوافقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها